شب حريق ضخم في مخيم موريا للاجئين في جزيرة لاسبوس اليونانية الاثنين الماضي، أتى على معظمه 5700 لاجئ. اندفعوا هاربين بأطفالهم من ألسنة النيران التي دمرت نحو 60% من المخيم. والحريق الذي لم يتضح سببه ولم يخلف أي إصابات تم إطفاءه بحلول ظهر الثلاثاء. معظم اللاجئين عادوا إلى المخيم من جديد، فيما نقل الأطفال إلى منشآت أخرى. وصباح الأربعاء ظهر العديد من اللاجئين ينامون على شواطئ ميناء ماتلم بالجزيرة، بينما وقف العائدون للمخيم وسط الحطام والبقايا المحترقة للمخيم الذي كان يأويهم بعدما شردتهم الحرب في بلادهم.